لا زلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية وعلى الهواء بث مباشر عبر قناة الريان الفضائية والقنوات الناقلة لهذا المهرجان، مهرجان درهم التحدي. تابعت ويانا الشوط الأول، شوط الحجايج، شوط الشلفة، وذهب مع برمودا للسيد سعيد بن محمد بن رصاص المنصوري. سلام يا الظفرة، سلام سلام يا الإمارات على هذا الأداء المتميز. هنا خنجر أيضا للحجايج الجعادين، بالإضافة إلى الخنجر هناك 200,000 ريال تنتظر الفائز بهذا الشوط. الشوط على أرضية الميدان ونحن ننطلق مع الشوط مباشرة مع المقدمة. أم لازم على المقدمة للسيد راشد بن علي بن سعيد البريصي المري على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني مثقل للسيد محمد بن راشد بن محمد، مثقال للسيد محمد بن راشد بن محمد الفهيدة المري. وفي المركز الثالث الوعد في المركز الثالث للسيد زيد بن محمد بن محسن البوبح. وفي المركز الرابع، المركز الرابع اشوف قمران على المركز الرابع بشعار اللورد للسيد عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد العيدة، شعار الذيبة الذي انتزعت السيف البارحة واحتفلنا مع الذيبة ومع اللورد. اليوم ايضا يبى يحتفل بهذا الشوط بالخنجر الحجايج الجعادين اذا سمحوا له الجماعة. نشوف المركز الخامس، المركز الخامس من الجانب الثاني جراح للسيد سالم بن محمد بن نصرة العامري على المركز الخامس. وها هي النتيجة حتى هذه اللحظات، لا زال على المقدمة، لا زال ملازم ملازم على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات للسيد راشد بن علي بن سعيد البريصي المري. قمران على المركز الثاني، وبنقول يا اللورد قمران ولا قمران، نبى نسري مع الساري مع قمران، لكن الجماعة عندهم كلام ثاني، عندهم تدخل على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات. نشوف التغيير على مقدمة هذا الشوط. المركز الاول وصل شعار بالنصرة، وصل شعار بالنصرة، شعار ضو الذي حظت على المركز الثاني في الابكار، والان دافع هنا ايضا بجراح. جراح على المركز الاول في هذه اللحظات للسيد سالم بن محمد بن نصرة العامري بشعار رجل المفاجآت. غادم مع جراح على المقدمة، يبى الخنجر يبى السلامات. المركز الثاني هنا اللي في المركز الثاني مثقال، مثقال على المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد محمد بن راشد بن محمد الفهيدة المري. وفي المركز الثالث قمران للسيد عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد العيد، يغير الى المركز الثاني في هذه اللحظات. وصل ايضا على المركز الثالث كفو للسيد سالم بن عبد الله بن طير العامري. وفي المركز الرابع، المركز الخامس نشوف، المركز الخامس ملازم للسيد رايد بن علي بن سعيد البريصي المري. هذه النتيجة بالنصرة على المقدمة، لا زال جراح على مقدمة هذا الشوط، لا زال مسيطر حتى هذه اللحظات. والجماعة قادمين، الأورد قادم بشعار السيلية بشعار الذيبة، قادم إلى المركز الثاني. لكن هنا التدخل القوي في هذه اللحظات في هذه المثقال. وصل مثقال صاحب العرض الثقيل، صاحب الأداء الخفيف على المقدمة على هذا الأداء المتميز. مثقال وهو ينتزع الخنجر حتى هذه اللحظات هو الأقرب. لكن جراح خادم مع بالنصرة أيضا. قمران واصل بشعار اللورد. وفي المركز الرابع كفو للسيد سالم بن عبد الله بطير العامري.
قالوا يروح يا بن نصرة، روح يا السفير، السفير مع جراح مع الخنجر، هو الأقرب، يغترم من الخنجر، يغترم من التتويج. وكفو خادم، كفو وجراح، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، هل بيصمد بن نصرة رغم الضغوط اللي يجي من كفو؟ سلام يا بن نصرة، سلام، سلام على هذا الأداء المتميز. تهانينا من الأعماق للسيد سالم بن محمد بن صالح بن نصرة العامري، وفي المركز الثاني كفو على المركز الثاني للسيد سالم بن عبد الله بالطير العامري، وفي المركز الثالث قمران للسيد عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد العيدة، وفي المركز الرابع المركز الرابع ملازم للسيد رايد بن علي بن سعيد البريصي المري، وفي المركز الخامس مثقال على المركز الخامس للسيد محمد بن راشد بن محمد الفهيدة المري. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول جراح إلى خط النهاية بعدما انتزع الخنجر في هذا الشوط، شوط الجعادين. تهانينا لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري، سفير دولة الإمارات هنا في دولة قطر، يستاهل الناموس. سلام يا الإمارات، سلام، سلام يا بن نصرة على هذا الأداء المتميز الذي قدمه جراح، قاطع مسافة الأربعة كيلومتر في زمن وغدر خمس دقائق 54 ثانية 94 جزء من الثانية. تهانينا من الأعماق للسيد سالم بن محمد بن صالح بن نصرة العامري، والذي وصل في المركز الثاني كفو، وكفو في أداء أيضا قاطع مسافة الأربعة كيلومتر في زمن وغدرة خمس دقائق 55 ثانية و13 جزء من الثانية. تهانينا للسيد سالم بن عبد الله بالطير العامري، والذي وصل في المركز الثالث قمران في المركز الثالث قاطع مسافة الأربعة كيلومتر في زمن وغدرة خمس دقائق 55 ثانية و91 جزء من الثانية. تهانينا للسيد عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة، تهانينا للورد على هذا الأداء المتميز، وبنقول لا تسري يساري لكن